البلاغه يمثل لنا الموعظه الناجعه. احنا كل واحد منا يحتاج الى موعظه. النبي صلى الله عليه واله هذا تعليم لنا عندما كان ياتي جبرائيل وجبرائيل خادم للنبي صلى الله عليه واله. النبي كان يقول لجبرائيل عظني. هذا تعليم علم. فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه واله عش ما شئت فانك ميت، الى اخر مواعظ جبرائيل. هذا قديما كان متعارف، كل واحد يشوف فد واحد اعلى منه ولو برتبة واحدة يطلب منه الموعظة. نهج البلاغة يمثل لنا الموعظة الناجعة. هذه القضية مذكورة في نهج البلاغة، همام قضية معروفة رجل عابد طلب من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبين له صفات المتقين الإمام تمنع فألح عليه همام فالإمام بدأ بذكر صفات المتقين ذكر حوالي مئة وعشرة من صفات المتقين ماذا فعلت هذه الموعظه بقلب همام؟ الناس كانوا يستمعون الى الخطبه واذا بهم يسمعون صيحه، التفتوا واذا بهم يرون همام يسقط مغشيا عليه، غشيه كانت فيها نفسه خرجت نفسه الى رحمه الله والى رضوان الله فقال علي صلوات الله عليه هكذا تصنع المواعظ البليغه باهلها اذا الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه الان مو موجود من الناحيه الظاهريه معنا ولكن كلماته موجوده هاي الكلمات تغير الروحيه. الانسان عندما يحفظ هذه الخطب، خطبه المتقين، الخطبه الغراء، مواعظه صلوات الله عليه حول الدنيا، حول الاخره، حول القبر، يشعر بتغير في روحيته. وهذا من اهم الاشياء التي نحتاج اليها.